كلب زي ده عنده مشكلة منتشرة أكتر، اللي هي بتاعت إن الناس بتربط الكلاب بسلسلة وتسيب السلسلة في الكلب وتمشي، أو العيال الصغيرة يربطوا الكلب بحبل عشان يبقى اسمهم ماشيين بكلب زي ما بيشوفوا ناس ماشية بكلاب، ويسيبوا الحبل في رقبة الكلب ويمشي. الكلب بيكبر، جسمه بيكبر، الحبل بيفضل ضيق زي ما هو، فبيتذبح وبيموت بالبطيء زي ما انتوا شايفين كده. دي كلبة بني سويف، دي كانت والدة في الشارع، وطبعا الاولاد بقوا ياخدوا اولادها ويبعدوهم عنها، بقت تدور عليهم في العماير. الناس بلغوا الطب البيطري، عشان يقتلوها هي واولادها، هنا هم. والكلبه مسالمه زي ما حضرتك شايفها كده، يعني مش مسعوره. السلام عليكم كرام احبائي، محمود عاطف من قناه محمود وكوفو. حلقه مميزه النهارده، استنيتوها كتير من سلسله زيارات شلات مصر او ملاجئ الكلاب في مصر. شكرا على الدعوه الجميله دي. انا بوسه سيبلكوا قناتها تحت. ماهي مروان، شكرا على الدعوه دي. مروان حبيبي منورنا، مروان برضو معانا يا جماعه. احنا جينا انا وبوسي وماهي ومروان، فزي ما انتم شايفين ما شاء الله المكان جميل، الكلاب جميله. يلا ندخل. حسب الكلب اللي قاعد. دخلنا جوه اهو زي ما انتم شايفين. ما شاء الله. هجي لكم دلوقتي يا صغيرين، اصبروا هجي لكم. هي دي بتلعب شويه دي. بتلعب شويه. كلب جريد دين. ما شاء الله. عايز اقول لكم انا مبسوط قوي بالقطيع اللي قاعد على جنب، ملوش دعوه باي حاجه بتحصل. هناك ما شاء الله. ده هنا قسم الكلاب الجونيور، اللي هي اعتقد من 4 شهور لسبع ثمان شهور وممكن اصغر. هنا البابيز ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. لا يا جماعة بصراحة الناس اللي حابة تتبنى ملكوش حجة، كلاب كل الأعمار موجودة ما شاء الله، كل الألوان. بس ده جميل قوي ده ما شاء الله. إيه؟ أنت خرجت إزاي؟ وأنت إيه أنت ما شاء الله عليك؟ ده هاسكي ده ولا إيه؟ لا. مش عارف، بس هو ما شاء الله جميل قوي. بصي أنا تقريبا أنا واحد. أيوه. أنا مبهورة أوي.
المعلم الصغير ده معاهم هنا ولا ده مكانه جوه؟ جوه صح، انا حسيته خالع من جوه. انت خالع من جوه انت صح؟ خد خد تعال خلاص. بس لا انت مضطره نفسك لانت الام. دلوقتي يا جماعه عايزين نعرف قصص. دي شكلها مامتهم فهي قلقانه. ما شاء الله دول امهاتهم هنا ولا دول من بره؟ امها دي جايبه سته والبنيه سبعه معاها كمان ما شاء الله. لا ستة بس وفي سبعة. ما شاء الله كلاب جميلة قوي ما شاء الله، المساحة حلوة، الله ينور عليك الصراحة. الله ينور عليك. بس لازم نصوره. ده؟ بس في حمام سباحه برضو معمول هنا، بس هو مش مليان دلوقتي او بيعملوه. خلاص خليه 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 قاعد. لا لا احنا عايزينه قاعد، خليه قاعد خليه قاعد مش مشكله، ما دام هو مرتاح كده خلاص. بس ما دام مرتاح خلاص، بس هو بيشوفه يعني. كلب جميل اهو، كل الكلاب دي جميله. انا هروح له دلوقتي. محطوط كده انتوا عارفين ليه؟ عشان اكيد خناقات الكلاب او المشاكل، فالناس اللي حابه تتبناه يا جماعه يا ريت تنجز وتيجي، عشان الكلب ده برضه زي ما انتوا شايفين شكله متخانق كتير وشكله متعور وشكله برضه مش هينفع يقعد هنا كتير. دي شكلهم بتوع المشاكل. ده ايه ده؟ ارمنت ده؟ موبايل خد موبايل بس سخن وفصل سخن فجأة خلص صاحبتك. بصوا ما شاء الله في واحدة جاية تتبرع للمكان، هي شكلها واخدة على الموضوع. مش شايفين الحب يا جماعة؟ مش مرتبط بأي حاجة، حب غير مشروط. ربنا يجزاها خير يا رب. ما شاء الله. الناس اللي حابة تربي كلاب يا جماعة ما بيختلفوش كتير، الكلاب البلدي عن الأنواع كلهم في الاخر بيتجمعوا في مكان واحد لما بنرميهم في الشارع، زي الجريدان وزي البيدل وزي انواع كتير. بس
بقى نعرف قصص الكلاب. طيب دلوقتي انا معايا مدام سلمى صاحبه المكان، ربنا يديها الصحه ويبارك في عمرها. ربنا يخليك، الف الف شكر. اهلا بيك. المكان بتاعك عملتيه امتى؟ يعني انا بقالي حوالي سنتين يعني ابتديت ان انا اخد حيوانات من الشارع واعالجها، فما بقتش لاقي احط الكلب فين او كده، فبقى عندي اعداد فقلت اخد لهم مكان يعيشوا فيه. ربنا يجزاك الخير يا رب. هنعرف دلوقتي كل احتياجات المكان. ربنا يخليك يا رب ان شاء الله. فابتديت يعني يا رب. في عندي نبدا بالحالات. دي كلبه بني سويف، دي كانت والده في الشارع، وطبعا الاولاد بقوا ياخدوا اولادها ويبعدوهم عنها، بقت تدور عليهم في العماير. الناس بلغوا الطب البيطري، بلغوا الطب البيطري عشان يقتلوها هي واولادها، اولادها هنا هم. والكلبه مسالمه زي ما حضرتك شايفها كده، يعني مش مسعوره. ودول ودول اولى عسلات يا جومات. دول لقيتيهم من غير ام؟ لا اهي دي بتاعت بني سويف اللي انت بعتيها لي. ايه ده؟ اهي ماما اهي. شوفي طيبه ازاي وجميله، شوفي مو والله مو طيبه قوي. وبعدين جبت لها برضو اولاد مش ولادها وترضعهم. ايه دي والله انا فاكره ان دول اللي قلتهم. الجريدن او البنوته الجريدن اللي قاعده دي ايه قصتها؟ دي كانت محطوطه في بيت تمام فوق السطح، يعني متبهدله، ما فيش رعايه، ونايمه على الاوساخ ولا اكل ولا شرب وفي الشمس. يعني دي كلبه عجوزه. عندك بقالها قد ايه؟ بقالها حوالي شهرين. بقالها حوالي شهرين. الكلاب اللي محطوطه ده برده. ايوه عندي برده دوت بيتبول ده برده كان انقذته. هو كويس معانا احنا، بس ممكن مع الكلاب مع الكلاب وحش، بس مع البشر كويس. معانا احنا كويس. بقالها قد ايه هنا؟ فممكن انا اطلعه مع الكلاب يقعد يلعب معاهم، بس مجرد ان احنا نخش جوه ممكن يعمل، فببقى حاطاه في الاوضه امن كده. امن طبعا. وعندي برده هنا حالات برده عايزه تتعقم، يعني يتعقموا. دول مش متعقمين لسه بقى. مش متعقمين. وفي حالات تانية برده مش عايزين يتعقموا طبعا. وفي حالات تانية برضو نقلناها العياده امبارح عشان برضو يتعقموا، بس يعني محتاجه برضو حد يساعدني. طبعا متاكد المصاريف التعقيم عشان عشان ما التكاثر يعني. بالظبط. وممكن يبهدل الكلاب هنا، كلب مش متعقم، انما الكلب لما بيتعقم كمان بيهدى. يعني كان عندي هنا في كلب هنا كان شقي، مش ما كانش متعقم، اول ما خدته بعد ما اتعقم هدي وبقى زي القطه. هو بيهدي فعلا الكلب. فين؟ ايوه تعال تعال يا بريش. بس وده بس وده اما تعقموا بيبقوا هاديين. بص بيبقى حلوين مع الكلاب. والبيتبول برضو دوت لما تعقم بيهدى، يعني هو بيحب حتى الاطفال، يعني اي طفل او اي كلب بيحب يقعد جنبه. لو كلب بياكل يسيبه هو ياكل وهو ياكل اخر واحد، يعني ل... قنوع. بس بقى المأساوية اللي عندك. في الكلاب اللي تعرضت لها، يعني مثلا الكلب ده انا حاسس ان كان حوالين رقبته. دي كانت مذبوحه برده. دي كانت مذبوحه خالص، رقبتها برده متشاله. دي خفت الحمد لله. والهاسكي هنا برده. وده برده كان تشوف حالته برده كان صعب قوي، جفاف وهيكل عظمي، كان ميت خالص الحمد لله. بقاله عندي سنتين الحمد لله. سنتين. عايز اسالك سؤال. طيب مش لاقي حد كويس للتمني. انما لو جالك حد كويس. حد مضمون يعني. انا كان في ناس تقول لي عايزين كلاب بلدي، وبعد ما ياخد الكلب واسال عليه الاقي التليفون اتقفل، ما اعرفش عنه حاجه. بقيت هموت على الكلاب البلدي اللي انت مش قد مسؤوليه بتاخد ليه. طب ولو جالك حد انت حاسه ان هو كويس؟ حد طبعا يا ريت. طبعا. الاجراءات المتبعه عندك ايه؟ يعني بصوره البطاقه بتاعته ووصل الكهرباء، حاجه يعني تثبت لي استمرار التبني ان الشخص دوت هياخد الروح دي يحافظ عليها. تمام بس كده. انما في ناس بتكلمني احنا محتاجين تمام. طبعا انا ما اعرفش، مش عايزه قلبي يتوجع وكلب يطلع من عندي وبعد كده يبقى انا ما اهملته، ما اديتوش للشخص المناسب يحافظ عليه. ده كانوا في الترعه، كان في البحر ده فعلا. واخوه برده موجود جوه. يعني كان مرمي في الترعه ولا كان كان في رميله في البحر، وانا نزلت البحر جبته. ما شاء الله. تعال. والحمد لله طعمتهم. واخوه برده جوه الحمد لله عايش. ما شاء الله عليك. الله يخليك. وده اعمى. تعال. انهي الاعمى؟ ايوه دوت. بس
بسبب حاجه معينه؟ لا مش قلقنا، لقينا كده يعني واحده لقيته في الشارع منقذه وقالت لي الكلب اعمى بيعدي على العربيات مش شايف حاجه، بس هو ما شاء الله ذكي جدا وبيحس باي حاجه. تعال اهو ده، تعال اهو اخو دوت، تعال اخو دوت. المكان محتاج ايه عندي؟ محتاج والله مراوح، يعني عندي هنا في حالات هنا عندي ما عندهمش مراوح وعندهم جروح وبتعبانين وبياخدوا محاليل، يعني ما عنديش مراوح هنا في الاوض، في الاوض هنا، ومحتاجه علاج ادويه، محتاجه اضلل هنا تندات هنا بتبهدلني هنا تندات وحاجات كده. الشمس هنا، الشمس هنا طبعا الكلاب بتحب ما تحبش تحبس في الاوض، فبيقعدوا في الملعب، الملعب ما فيهوش حته متضلله زي ما حضرتك شايف كده، فالشمس والنطره كمان الشتاء بتبهدلنا، بس دلوقتي الشمس بتبقى حاميه، فبتبص تلاقي الكلب ممكن يسخن من الشمس دي، فبضطر ان انا احبس في الاوضه اقول بدل ما يتعب مني، وفي نفس الوقت بيبقى حرام ان انا افضل حبساه كده. زي ما انتم شايفين كده مكان زي ده انا حاسس ان هو كويس الحمد لله، احساسي عالي جدا في الموضوع ده، عندي احساس ان صاحبة المكان بتتعامل من قلبها فعلا، ترى ربنا فعلا تعبت فعلا مع الكلاب. في كلب بتقولي نزلت الترعة تجيبه، في كلب تاني حد من اللي معانا كان قايل لها على عليه للتبني، فهي بتقول له هنا دلوقتي ان الكلب موجود اهو، احنا جبناه زي ما انت لما بعت لنا عنه احنا جبناه. فالمكان محتاج شوية مساعدات منكم كتير، كان عرض عليا ان هو عايز يتبرع للكلاب، عايز يساعدني، ناس من جوه ومن بره مصر عرضت عليا، انا ما خدتش منكم حاجة، مش هاخد حاجة، ولكن انا دلتكم على المكان ولسه هدلكم على اماكن تانية هي اللي محتاجة. هنا المكان ده مش محتاج كتير، ده مبلغ بسيط من اللي انتوا عرضتوه عليا يغير المكان ده خالص، وهيغير في حياة كذا كلب. الناس اللي مش هتقدر تتبرع بفلوس وتقدر تتبنى شرف المكان، اللي مش هيقدر يتبنى ولا يتبرع بفلوس، تعالى بنفسك هنا من غير اي حاجة من الحاجات دي، ادي طاقة ايجابية للناس اللي قائمين على المكان، طاقة ايجابية للكلاب، العب معاهم، قضي يومك وروح. لو كل اسبوع بتيجي هنا فانت في تاني اسبوع هتكون منقي كلب ليك. الكلاب اللي موجودة كلها جميلة وكل الاعمار موجودة، وفي كلاب حالات استثنائية، في كلاب عايزة تتعقم عطلانة على فلوس، في كلاب جوه عايز تعمل عمليات عطلانة على فلوس، في هنا كلب غلبان قوي ما شاء الله محتاج حد يتبناه. فبالتالي احنا الكلاب هنا كلها جميلة، يعني انا مش شايف كلب انا ما اقدرش اخده اربيه، كلهم كلاب تتربى، حتى الكلب الاعمى اللي قالت عليه، الجريت دان البنوتة الكبيرة دي عمرها مش فاضل فيه كتير، لو حد عنده استعداد ياخدها بس يساعد في تغيير نفسيتها فتموت وهي مبسوطه، ويبقى هو اللي عمل الخير ده يبقى جزاه الله خير. في ناس هتقول البشر اولى مش عارف ايه اولى، فوق دماغي، وفعلا البشر اولى ولكن ليهم ناسهم، يعني في ناس متخصصه هي بالبحث عن مشاكل البشر وحلها، انا الحمد لله ده طريقي اللي انا ماسكه. لو قابلت حاله بشر او لو قابلت حاله انسانيه محتاجه مساعده اكيد انا مش هتاخر، ولكن انا مش هدعو غير للكائنات اللي بيدعوا لها اقليه، الناس اللي بتتكلم عن الكلاب أقلية، الناس اللي بتتكلم من قلبها فعلا وهي قصد الخير أقلية أكتر من الناس العادية. كلب زي ده عنده مشكلة منتشرة أكتر اللي هي بتاعت إن الناس بتربط الكلاب بسلسلة وتسيب السلسلة في الكلب وتمشي، أو العيال الصغيرة يربطوا الكلب بحبل عشان يبقى اسمهم ماشيين بكلب زي ما بيشوفوا ناس ماشية بكلاب، ويسيبوا الحبل في رقبة الكلب ويمشي، الكلب بيكبر جسمه بيكبر، الحبل بيفضل ضيق زي ما هو فبيتذبح وبيموت بالبطيء. زي ما هنا في حالتين إنقاذ لنفس الفكره اللي انا لسه شارحها لكم دي، مش هطول عليكم، انا هسيب لكم العنوان هنا وهسيب لكم اسم المكان، هسيب لكم كل التفاصيل، عايزكم تيجوا تزوروا، المشوار مش بعيد، المشوار في شبرمنت المريطيه، ولكن اي نعم على ما توصلوا للشلتر هتدخلوا شويه طرق يمين وشمال، ولكن هتوصلوا بسهوله، احنا وصلنا وما تعبناش، وحتى لو تعبنا والله يستاهل الموضوع ان احنا نتعب عشانهم. اتمنى الحلقه تكون عجبكم، واتمنى تساعدوا في تغيير المكان ده، تغيير نفوس الكلاب دي، في تغيير نفوس صحاب المكان ده، عندي ثقة كبيرة فيكم قوي ان انتوا هتعملوا حاجة زي ما عملتوا في الزيارة الاولى للشلتر الاولاني، المرة دي برضو هتعملوا. المكان ده فيه كلاب بلدي كتير قوي، المكان التاني كان فيه كلاب انواع، هنا البلدي اكتر، في حوالي 3 كلاب بيتبول، كلب هاسكي، كلب جريت دان. تعال ازاي،
ها، وكلاب نظيفة قوي ما شاء الله، ما فيهاش حشرات، ما فيش قراد، ما فيش براغيث، ما فيش اي حشرات خالص. فكل الكلاب اللي انا شفتها هنا ما شاء الله. تعالي انت اللي عماله تلعبي مع الكل، اي حد موجود بيلعب مع الكلاب لا انزل. لا لا، ما هو ما يجيش عند الكاميرا، بوظ لي اللوكيشن، هسيب لك الفيو ده خالص، هشوف لي انا فيو تاني. دي الجراوي اللي كانت هتتسمي يا جماعه، كانوا في بني سويف والجيران ما كانوش عايزينهم خالص وعاملين مشاكل جامده جدا، وفعلا خدوا قرار ان هم يسموا الام ويسموا الجراوي بتاعتها عشان كانت قاعده قدام عماره، فكانوا متضايقين منها جدا. طبعا اضطرينا ان احنا نجيبها من بني سويف، وطلبتها ربنا يكرمها سلمى أرور هي اللي طلبتهم. خلاص دول جعانين خالص خالص بامانه يعني. انا نفسي لما بتزنق في حالات ببقى محتاجه سلمى تاخدها، بصراحه ما بتتاخرش يعني. دي حاله فاهم يعني، ام وجراوي هيتسموا، ما فهمش اي اصابات وما فهمش اي حاجه، ورغم كده اخدتهم على طول. طيب دلوقتي احنا هندخل جوه يا جماعه عند كلب محتاج عمليه بتر. بصراحه ما كنتش عايز ادخل عنده، كنتش عايز انا اشوفه يعني، ولكن خلاص بقى مضطرين عشان نوريكم عشان الناس تتحرك وتساعد في اسرع وقت. يا حول الله يا رب. ايه قصته؟ عربيه كانت دايسه عليها، وبعدين محتاجه تعمل عمليه في اسرع وقت لان الجرح مش عايز ينشف، وانا بتلي بغير كل يوم، والجرح برده مش ما فيش التئام خالص، فمحتاجه تتعمل عمليه بتر لان ممكن تعمل غرغرينه و لا بعد الشر. مش ودي ده حكايته ده. ودي برده كانت عربيه، وعملنا له اشاعه. هو فيه بس بعد الجروح، بس الحمد لله مش هيحتاج جراحه. لكن هو محتاج ان هو يتغير برده على الجرح بتاعه، وهو بياكل كويس. بس محتاج برده غيارات، ان انا محتاج بيتادين، ومحتاج فيوسيدين، وشاش، وقطن، ومضاد حيوي، وبديله سينالوكس. طب انا عايز اسالك سؤال. العنوان بتاعكم لو حابب اوصف للناس اقول لهم ايه؟ احنا ريف العربي، يعني اي حد يوصل للريف العربي ويكلمنا على التليفون، لان احنا في منطقه ريفيه، او على اللوكيشن يوصلك لحد الباب. مش انا هحط اللوكيشن وهحط لكم العنوان بالتفصيل ان شاء الله، وهحط لكم يعني رقم كمان للمكان تقدروا تتواصلوا عليه. ده صغير يعني، انا حجزته في العياده، ولسه جايباه امبارح من عياده الدكتور احمد زكي الله يبارك له يا رب. وقال لي هو كويس، لكن محتاج ان هو يتغير على ايديه، على الجروح اللي في ايديه، طالما هو حالته ان هو كان قاطع اكل اصلا. يعني قعد في العياده اسبوع قاطع اكل، فحاليا الحمد لله بياكل، بس هو محتاج برده يغير على الجروح اللي في رجليه، وهو في عنده كسر في رجليه. فقال لي احنا هنبتدي برده ناخد مع العلاجات والكالسيوم اللي هو بياخده، لو احتاجنا بعد كده لو ممكن عوش صغير ممكن العظم يلتئم، لو ما كانش هنحتاج له برده عمليه بتر. ده بس انا حاليا مش يعني باديه معاه برده بالعلاجات، وان شاء الله ربنا كريم ان شاء الله يا رب. دي برده كانت عند معهد القلب، دي حاله برده عجزه، كان برده كسر بس معلش خلاص، والتئم برده غلط، عملنا لها برده اشعه، بس الحمد لله الجرح ما فيهوش اي انفكشن. فقال لي طالما كده هي عايشه بس بصبعين، يعني بقيت ايديها مبتوره طبعا. هي واضح ان هي حادثه عربيه. فدكتور قال لي خلاص طالما بتمشي على ايديها مش محتاجه ان احنا نعمل لها جراحه، لكن هتعيش كده. وهي ببقى سايباها هنا مع الجراوي، هي هاديه خالص معاهم وطيبه، ما بتاذيش اي حد. ربنا يجزاك خير والله. الله يخليك. امل الاكل جاي لهم، اكلكم جاي. ما شاء الله ما شاء الله. على مهلك على
ايه ماشي زي ما انتوا واخدين بالكم المكان هنا في امس الحاجه للمساعده. الناس يا جماعه اللي مش هتقدر تتبرع بفلوس او مش هتقدر تيجي تزور المكان تقدروا تدعموهم عن طريق ان انتوا تشيروا الحلقه دي، نوع من انواع الدعم. تقدر برضو تدعم لو انت حابب تشتري الحاجه بنفسك، هم محتاجين هنا مراوح، محتاجين تندات، محتاجين ادويه، تقدر تيجي تشوف احتياجاتهم وتلبيها لو انت مش عايز تدفع فلوس وعايز تجيب الحاجه وتشارك في الموضوع بشكل عملي. الناس اللي هتيجي الشيلتر ده اتمنى تتصوروا هنا وتبعتولي، عرفوني ان انتوا جيتوا، وروني صوركم في المكان. اللي هيتبنى كلب يعرفني، اللي هيتبرع بينه وبين ربنا، ولكن عرفوني بزيارتكم بالمكان. اسعدوني وعرفوني ان الطلعه دي ما جاتش على الفاضي، وان احنا الحمد لله جيشنا قدر يجي هنا ويغير المكان ده، وانا متاكد واثق فيكم جدا، والله واثق فيكم جدا فوق ما تتخيلوا. فان شاء الله ربنا يجعله في ميزان حسناتكم ويكرمنا. مش قصدنا اي حاجه غير ان احنا نساعد الاماكن اللي زي كده. في اماكن انا اتصلت عليها اماكن مشهوره، بس افتكروني عايز اعمل حلقه دعايه لنفسي عندهم، فبالتالي انا ما رحتلهمش. انا بروح الاماكن اللي فعلا محتاجه مساعده، مش بروح الاماكن اللي عايزه شو او عايزه استعراض او عايزه تبرعات بس، وهي مش عايزه تطلع كلاب. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم. كان معاكم محمود عاطف، شكرا. ودي الكلاب اللي كانت جود بوي بتاخد مكافاتها وطلعت تتمشى في الزرع ما شاء الله. زي ما انتم شايفين كده انطلاقه وحمام ولعب. كلب البيتبول ده جميل، كلب البيتبول الابيض جوه جميل، كلب البلدي اللي هنا كلها جمال. فاجئوني بان الشيلتر ده ان شاء الله يفضى من الكلاب اللي فيه. انتوا قدها ومستني صوركم.